الحقيقة دعني أقول نقطة أساسية. أولا، المقاصة بين الدينار العراقي والدولار والتي تقوم بها إيران وجماعات إيران في العراق قضية موجودة منذ سنوات، يعني منذ سنوات طويلة، منذ حتى عهد إدارة الرئيس ترامب اللي هو الأكثر تشددا مع إيران وإلى آخره. لما إدارة ترامب حرمت كل دول العالم من التعامل بالنفط الإيراني أو بالغاز الإيراني إلا دول معينة، ومن بين هذه الاستثناءات كان العراق، والعراق يجدد له دائما بالاستثناء، كان واضح جدا أن العراق يلتزم رسميا بالقرار بإعطاء الدينار العراقي، ولكن معروف أنه إيران ترجع تصرف الدينار العراقي إلى دولار وبالسوق العراقية نفسها وتعبر الدولار لإيران. هذه قضية معروفة جدا جدا. لماذا كانت الولايات المتحدة تسكت على هذه القضية رغم معرفتها بأنه هذه النافذة، أي النافذة العراقية، هي واحدة من النوافذ أو الرئات التي تنفس بها إيران، يعني واحدة من القضايا، لا أقول هو القضية الوحيدة أو الأساسية، واحدة من الرئات التي ما زالت تتنفس منها، أن يتنفس منها هذا النظام في طهران، هي النافذة العراقية اقتصاديا تحديدا. فلماذا كانت الولايات المتحدة تسكت؟ باعتقادي الولايات المتحدة كانت تضع هذه ورقة تملكها في أي لحظة لكي تضغط بها إذا شعرت بأن هناك تجاوز معين إيراني للخط الأحمر في نقطة ما، أيا كانت هذه النقطة. واضح أن العلاقة مع إسرائيل ليست من ضمن هذه النقاط، يعني وجود وكيل لإيران في لبنان ممثل بحزب الله، وجود وكالات معينة صغيرة في سوريا ممثلة لإيران ممثلة بالميليشيات، هذه كلها ليست من النقاط الحمراء بالنسبة لأمريكا. إسرائيل قادرة في أي لحظة أن تسوي تفاهمات معينة في لبنان، تقصف الميليشيات وتواجدها في داخل سوريا، يعني كل هذا كان قضية عادية بالنسبة. لكن حضرتك أشرت وبذكاء تحسد عليه دائما إلى أنه إلى أنه النقطة الحمراء التي تجاوزتها إيران لا تتعلق ولا حتى بالشرق الأوسط، هي تتعلق بالحرب البعيدة اللي موجودة في أوكرانيا. الآن أصبح واضحا أنه الأداة الوحيدة التي تستطيع بها روسيا، ليس فقط أوكرانيا وإنما الجهد الغربي بأكمله، هي عمليات القصف المركزة التي تقوم بها روسيا للبنى التحتية الأوكرانية. وهذه القضية لا تتم إلا بشكل أساسي من خلال الطائرات المسيرة، الدرونز الإيرانية رخيصة الكلفة وكبيرة وكثيرة العدد والفاعلة جدا. فبالتالي هذه النقطة الأكثر أذى بالنسبة للغرب في كل مجمل السلوك الإيراني. يعني لو جينا قسنا القضايا أو النقاط المحددة التي يشتكي منها الغرب من السلوك الإيراني، سواء كانت المجموعات الموالية في الشرق الأوسط، سواء كان انتهاك حقوق الإنسان، سواء تهديدا لإسرائيل، تهديدا لدول الخليج، أي كانت النقطة الآن الأساسية هو الدعم الإيراني للجهد العسكري الروسي في حربه في أوكرانيا. فإذا الآن حان الأوان بالنظر الأمريكي لكي تستعمل هذه الورقة اللي اسمها ورقة الدولار اللي دي يتحول من دينار إلى دولار، دينار العراقي اللي دي يتحول إلى دولار ويذهب أمام أنظار عيون الجميع ويذهب إلى إيران. آن الأوان لأمريكا لكي تقرص بهذه النقطة وتقول ترى نحن نستطيع أن نؤذيكم، والأذية الآن أصبحت يعني محسوسة بالنسبة لإيران، يعني هذه نافذة قوية ورئة قوية من رئات التنفس الاقتصاد الإيراني توشك أن تغلق. المشكلة الأساسية هو ملعب كرة القدم بين اللاعبين، وأقصد بها نحن العراق، نحن عبارة عن ملعب كرة قدم بين فريقين، فريق الإيراني والفريق الأمريكي. نحن عبارة عن كما يقول العراقي الثيل، الملعب اللي دينداس عليه عندما تحدث أي هجمة من هذا الفريق أو هذا الفريق. لا أحد يهتم بالحقيقة، عمره ما حد يهتم في يوم من الأيام بالثير، كل اللي مهتمين به هو براعة الفريق الفلاني وبراعة الفريق الفلاني، والفريق الفلاني ضعيف والفريق الفلاني قوي والتحكيم، لا أحد ينظر في معاناة الثير الحقيقة. فإحنا الثير الذي دينداس بالرجلين في وسط هذا الصراع للأسف الشديد. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيداً أنه هذا الضغط، طبعا الحقيقة هناك
كالعادة في الجانب الأمريكي تقصير واضح في مخاطبة الشعوب وتوضيحها، لماذا يحدث هذا الحصار، لماذا يحدث هذا كذا. وهذه قضية تعرفها حضرتك ونعرفها نحن في العراق أكثر من أي شعب آخر من أيام الحصار سنة 90 أو 91 ولحد الآن. إحنا نعاني من حصار لا نفهم أسبابه ولا نستطيع أن نقدره، وننحي باللائم على الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي لا يكلف نفسه حتى عناء أن يشرح وضعه ويشرح نفسه. الآن هذا الحصار كما قلت حضرتك نحن أول من ذاق نتائجه، ثم بعدنا الشعب الإيراني سيذوق نتائجه، وكل هذه القضية مرتكزة على نظام متعنت يريد تنفيذ أجنداته الشريرة الحقيقة اللي متمثلة الآن في دعم الغزو الروسي على أوكرانيا، وكل هذا طمعا في الترسانة الروسية التي توشك أن تنفتح للجانب الإيراني. يعني الجانب الإيراني لا يفكر الآن بالمال ولا بالغذاء ولا بأي شيء قدر تفكيره في الكنز المتمثل في التسليح الروسي المتوقع أن يتدفق عليه من جانب روسيا ثمنا للطائرات الإيرانية الكاميكاز الرخيصة الكلفة الواطئة الكلفة والفاعلة التي تذهب إلى روسيا.